فالحقيقة ما حدش ينكر أبداً بأي حال من الأحوال إن الطفرة اللي حصلت خلال 20 سنة اللي فاتت في مجال التكنولوجيا بقى ليها يعني مردود معرفي كبير على الناس كلها. محدش ينكر أبداً فضل جوجل، فضل اليوتيوب على اللي عايز يتعلم أي حاجة. بقى في مفهوم جديد من التعليم اسمه سيلف ليرنينج، أنا أقدر أتعلم لغة، أتعلم برمجة، أتعلم كورس، أتعلم مهارة معينة. السوشيال ميديا والأدوات التكنولوجية اللي كل يوم والتاني بتتطور وتتقدم، زي برضو ما ليها مميزات كتير جداً في حياتنا، أكيد ليها عيوب وأكيد ليها إشكاليات وأكيد ليها مشاكل مفيش حصر ليها على الإطلاق. ويمكن من أبرزها أو أبرز مشكلة بنقابلها الأباء والأمهات في تعاملهم مع الأطفال. الأطفال بينجذبوا ناحية السوشيال ميديا بشكل طويل جداً، بنشوف فيديوهات المعمولة على التيك توك بتاخد وقت كتير منهم، بنشوف الريلز، بنشوف الشورتس أو الفيديوهات القصيرة. أكتر وقت الأولاد بيقضوه على مواقع التواصل الاجتماعي بيستقوا معلوماتهم منها. الوقت ده وقت بدون زمن، بدون رقابة على المحتوى اللي بنشوفه، بدون ما نعرف إيه الكونتنت أو إيه المضمون أو إيه الرسالة اللي ممكن تحتويها هذه الفيديوهات. زمان كنا ما بنيجي نقول على حاجة كنا بنقول هنعمل عليها السيرش. بالضبط. دلوقتي بنقول هنجوجل. طيب الحاجة جوجلت، يعني اعمل سيرش عليها. يعني فكرة ان بقى في مواقع للسوشيال ميديا غيرت المصطلحات وغيرت الافعال اللي بنستخدمها اصلا في السيرش او في التدوير على الحاجة. السوشيال ميديا فعلا زي ما هي ليها فوائد كتير جدا، ليها عيوب كتير جدا، نقدر نقول انها سلاح ذو حدين مع اولادنا ومع اطفالنا. قعدنا متحمسين جدا للمواقع المختلفه اللي ساعدتنا وقت مثلا ازمه كورونا، انها ساعدت جدا في التعليم عن بعد وما خلتش الدنيا تتوقف. لكن طبعا اكتشفنا بعدها عيوب كتير جدا، ابرزها مثلا ان لقينا الاطفال تحولت لاطفال معزوله اجتماعيا، خرجت عن دائرة الأصحاب، خرجت عن دائرة الأصدقاء، بقى عندهم صحاب كتير افتراضيين متعددين. صحيح. من أشكال مختلفة، من أجناس مختلفة، لكن لما نيجي على أرض الواقع مفيش في حياته حد، مفيش واحد صاحبه ينزل يلعب معاه كورة، ولا واحدة صاحبتها تنزل يلعبوا يجروا مع بعض في التراك، ولا أيا كان. بنلاقي أمهات كتير قوي لمست الموضوع ده وحست الموضوع ده وشافته بعينيها، إنه الولاد موجودين على جروب الكلاس قاعدين بيلعبوا مع بعض، لكن ابنها بيروح المدرسة ويرجع أو بنتها بتروح المدرسة وترجع ما عندهاش صحبة قعدت معاها في الفسحة أو عملوا أي أكتيفيتي مع بعض. يا مصطفى صحيح. أعتقد في الوقت ده الأهالي لازم تتدخل، تعمل كده ستوب وتروح تدور على حلول عملية تساعد ولادها في إنها تتخلص من الإشكالية دي، لأن قدم العالم الافتراضي جميل ولكن هو افتراضي. وعلشان نبقى منصفين خلينا برضو نقول إن دي من مميزات السوشيال ميديا، إن بقى لأطفالنا أصدقاء من دول أوروبية ومن دول أسيوية ومن ثقافات ما كناش أبداً إحنا على أيامنا يعني نقدر نتواصل معهم بالشكل ده. ما كانش عندنا البان فرنس، ما كناش بنكتب جوابات ونبعت. انت كنت في ميكي في الدايره الاخرانيه دي اللي هو اصدقائك وهواياتك والسفر كنا عندنا اصحابنا يعني في دول مختلفه، وحتى لما اصحابنا في المدرسه كانوا يسافروا او احنا نسافر، بس مش بالايقاع ده. ده انا عندي جوابات صحابي. ماشي، كانت بتوصل لك كل قد ايه منها؟ كانت بتاخد وقت فعلا. النهارده عندنا طفل بيتكلم مع يعني نظيره في الصين او في امريكا او في استراليا وهو قاعد. هاي. وبيطور مهاراته، بيطور قدراته على التواصل مع كل الجنسيات على وجه الارض. دي ميزه، لكن العيب ايه بقى؟ العيب امراض نفسيه زي التوحد. الاطباء النفسيين شخصوا هذا الامر واتكلموا عنه كتير جدا، ان اطفالنا او اطفال هذا الجيل تحديدا عندهم الإشكالية دي. الإشكالية دي لو استمرت هينتج عنها ضعف كبير في دايرة علاقات الطفل الاجتماعية، هينتج عنها انطواء مزمن في المستقبل. يعني بالبلدي كده الولد هيكبر وهيكون ملوش أصحاب أو أصدقاء، ودايرة علاقاته الاجتماعية الحقيقية هتكون دايرة فاضية، دايرة ما فيهاش حد. ما يقدرش الطفل زي ما احنا كده بنقول كده بالبلدي ايه يعني مدردح، يقدر يتكلم وياخد ويدي ويمشي ويروح ويجي ويبقى ابن بلد. هيبقى انفورماتيف، هيبقى بيقول معلومه وبيرجع، هيبقى زي الروبوت. زي ما تحط له او ترسم له الخط هيبقى
ماشي عليه. هيبقى عايز وهو بيتكلم مع حد من اصحابه لو في الحياه الاجتماعيه يعمل لايك، بس مش عارف زرار اللايك فين في وسط الكلام، عايز يرد بايموجي ولا عايز يرد بستيكر، بس مش عارف يعمل ده ازاي في وسط الكلام. في دراسة أمريكية بتتكلم على إن الإفراط في استخدام التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتخلي الطفل ما عندوش صداقات حقيقية في المدرسة، مش بتخلي الطفل عنده صداقات حقيقية في الواقع. مش بس كده، يمكن الإفراط في استخدام التكنولوجيا بيؤدي لمجموعة من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية وكمان الجسدية. الولاد مش بترضى تتحرك، الولاد مش بترضى تنزل تقعد تجري في الشارع تلعب كورة، مش بتنزل تروح تمارين، يمكن بتخلي الولاد تنعزل حتى عن انهم يبقوا قاعدين على ترابيزه السفره مع اهليهم وبياكلوا وجبه ويتكلموا مع بعض. يعني كل واحد قاعد على ترابيزه السفره وهو قدامه تليفونه حتى بيتكلم مع اخرين، وساعات يكونوا بيتكلموا على جروب مثلا عيله لو في اطفال في نفس السن وهم قاعدين على نفس الترابيزه، بس هم بيتكلموا على واتساب ولا بيتكلموا على ايا كان. لا بنشوف المشهد ده كتير جدا حقيقي، مع ان اسهل احنا نتكلم دلوقتي، اسهل من احنا نقعد نكتب يعني. بس يعني هنعمل ايه؟ يمكن نتكلم ونكتب كده روشتة نفسية لينا ولحضراتكم، هتساعد يمكن كثير من الأبهات والأمهات إنهم يعالجوا الإشكالية دي عند أطفالهم وعند هنحاول أهل. يعني ربنا يسهل إن شاء الله. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.